مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتتبعي جريدة أصوات، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. إذا لقطة تؤثر مؤثرة جدا. إذا كما قلت لكم مشاهدينا، كما كتشوفوا معنا يعني من أحد المنازل هنا بدوار أدسي اللي تعرض للانهيار جراء يعني أحد النماذج اللي كنشوفوا هنايا في هذه المنطقة، يعني انهيار العديد والعديد من المنازل. وحسب يعني ما قالوا لنا سكان المنطقة، يعني وفاة 6 أشخاص، يعني سجلت هذه المنطقة وفاة 6 أشخاص رحمهم الله وتغمدهم برحمته. إذا معنا سميتها سي خدمتها في الدار. إذا هنا كما كتشوفوا مشاهدينا الأثار ديال الشقوق، يعني مازالت يعني الجدران صامته في هذا المنزل. هذا توفات ام وابن ديالها كما كتشوفوا مشاهدينا، شفتوا يعني الحمام يعني ديال الابن اللي توفى رحمه الله. ايضا كما كتشوفوا معنا في الصوره الحذاء ديالو باقي مازال فوق السطح ديال المنزل. رحم الله شهداء زلزال الحوز. يا مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا يعني غادي نحاولوا معكم في هذا البث نصادفوا يعني البنت ديال اللي كانت عايشه في هذا المنزل اللي بقات يعني حيه من بعد ما توفات الام ديالها والاخ ديالها في هذا المنزل. كما كتشوفوا الدمار يعني الشديد كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. إذا معنا مشاهدينا الكرام يعني الفتاة اللي كانت عايشة هنا، هي الأم والأخ ديالها، يعني غتحاول تروي لنا على ليلة الحادث، ليلة الزلزال. السيدة هذه أخاي كانت مشات مع أخواتها في السطات، جوج خواتها كانوا مزوجين في السطات، وأنا ديتها حتى أنا أختها مزوجة، وديتها أنا نيت. جينا كاملين، هي ما جاي من السطات، أنا ديت وليداتي للمجار، جينا لقينا الما ديالها والأخ ديالها الله يرحمهم. ودابا مسكينه جات قالت لي انا ما خاصني التاخير، الحمد لله. قالت لي انا واكلا شربوا، كاين امي مشات واخ ديالي مشى، تنتوجه الرساله للبقايه والسلطه شوف لي من حالي والمحل منين ندخل ان شاء الله والمستقبل ديالي. نعم. اذا نعم، نسمعوا يعني على لسان يعني البنت، سمعوا على لسانها. تفضلي قدمي لنا راسك وعاودي لينا على ديك الليله، كيفاش دازت عليكم وكيفاش استقبلتوا ديك الليله. انا مريم من اداسي، ماما وخويا ماتوا في هذا الزلزال في هذا البيت، مابقيتش بوحدي ومابقاش عندي. نعم. اذا حاولي كمل هذا، فسري لنا كيفاش انتم باش حسيتوا، انتم كنتوا فين كنتوا ديك اللحظه ديال الزلزال؟ انا كنت في السطات عند خواتاتي، ما عرفتش باللي كاين الزلزال هنايا، لقيت كلشي راب. لا حول ولا قوة. انت وين كنتي ساكنة هنا؟ انت وماماك و انا وماما وخويا. هي مشات للسطات عند خواتاتها، وملي جات جينا دابا بقيتي بوحدك هنا في سميتو؟ يعني في الليلة ديال الزلزال كنتو جايين هنايا وتفاجأتوا في ديك الليلة، كنتي هنا في الدار لقيتوا هاد الشراب، يعني جيتي لقيتي هاد الشراب؟ قوم ما جبدوها من الطراب. لقيت ماما وخويا ماتوا، ما بقى عندي حتى واحد. الأخ ديالك شحال في عمره تقريبا؟ 19 سنة. 19. نعم. اذا كما سمعتوا مشاهدينا، عندك شي عائله هنا ولا ما عندكش؟ عندي خالاتي اخوالاتي اخوت امهم نيت. انا راه نسيب نيت، انا مزوج باختها دابا ان شاء الله باذن الله. حاولي ان نديها معايا ان شاء الله، وما يخصها حتى خير، ولا كانت شي حاجه باذن الله شي مساعده يكون دارها ان شاء الله باذن الله. والله يسهل شي محسن باذن الله، شي دار فين دير وليداتها وتعاود المستقبل ديالها. تتوجه الرساله لسيدنا محمد السادس نصره الله والوقايه والسلطه المدنيه يشوفوا لي من حالها، الله ما يضيعهاش. نطلب الله عز وجل هو فوق كل شيء، نطلب الله عز وجل ما يضيعش هذا البنت هذا الخمان ربي. شكرا جزيلا، نتمنى ان شاء الله يكون خير. اذا اعطينا شي كلمه اخيره، شي كلمه تبغي تقوليها، شي رساله تبغي توجهيها الناس كيشوفوك. كنتمنى المحسنين، قرب الميكروفون. كنتمنى المحسنين وسيد الملك جلالة محمد السادس يجي يعاوننا ويبني لنا دارنا باش تبقى كما كانت.
نعم إذن شكرا 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 جزيلا. إن لحظات مؤثرة، لحظات تدمي القلب، يعني كما كتشوفوا مشاهدينا وكما يعني روات يعني الشابة هذه اللي روات لكم هذه التفاصيل الأليمة الأليمة جدا كما سمعتوا مشاهدينا، أنهم جات من بعد الرحلة ديال السفر لقات يعني الأم والأخ ديالها في عداد الموتى. كبرتي هنايا؟ كبرتي أنت هنايا؟ هذه دارنا، انا فين كبرت؟ كبرنا يا وخوتها كاملين والحمد لله. وخوتاتي وبابا وماما كلشي. بابا كاين ولا كان مات؟ مات قبل منهم. دابا ماتت ماماك وخوك يعني في هذا الزلزال هذا ودابا فتوجد خوك اللي كان هازكم تبارك الله هو اللي كان مكلف بكم وقيله. لا حول ولا قوه. عنده 18 عام. شي كلي مات انت يا لالا عاودي لينا يعني شنو الاحساس ديالك؟ شنو كتجيك هذه البنت؟ كتبقى بحدها قرب. كتجينا هلا هذه البنت بنت ولد عمتي. بنت ولد عمك اييه. أيه وامها كتجيها اللي سميتو الراجل بنت خالو أيه إيوا راه هذه العائله اللي سميتو الحمد لله هادشي قسموا علينا الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله وليدي راه كتشوفو الله يفرج عليكم الله يفرج علينا وليدي هاد شوف الحاله كلشي اللي سميتو بقات فيك الدريه هذه بقات فينا وبقى فينا حتى روسنا وبقى فينا كل الناس ماشي غير بحالنا حنا ماشي غير بحالنا حنا راه حيت كاينين الناس الاخرين ماتوا هنا متفق معاك الديور دابا رابو ما لقينا ما لقاو الناس دقيق ما لقاو الناس زرع ما لقاو الناس حتى الحوايج ما يلبسوا دابا الا بغاو يدخلوا للدار يجبدوا منه شي حاجه ما كي غديري دابا تجبد شي حاجه من هنا درك بقى ما تجبد كل شيء ديورنا هكا ونطلب الله سبحانه وتعالى يجعل شي مخرج لهذا الشعب. شكرا الناس راه دايلين عنقه في الواد راه شي مهول الواد الهيره الله سميتو شفتوا القصه انتما دابا جالسين في الزنقه جالسين في الزنقه راه شفتوا وليدي كل شيء فين باركين راه شتي مانتنا فوق هذاك الحجر وشتي اللي سميتو دابا غتدخل الدار ما كان ما دير في الدار اش غدير في الدار؟ تريم عليك داكشي اللي بقى غادي تحرك شي حاجه راه غادي الزلزال راه داز علينا هاد مرات في الليل والصباح ثاني. نعم ما عندنا فين نمشي وليدي ما عندنا ما نسميتو يكون خير ان شاء الله. ساكن هذا شتي كلشي فين غادي يدخلوا الناس مازال هاد الديور؟ ما بقى فين يدخلوا؟ نعم يكون خير ان شاء الله. الناس كلشي هما صدقوا كلشي في الزنقه وليدي. نعم اذا وصلت الفكره نتمناو ان شاء الله. نتمنى الله وليدي المساعده من عندنا. النمره ديالكم قول النمره ديالك عبر البث المباشر. 06 18 24 66 79 عاودها ممكن. 06 18 24 66 79 اعيد 06 18 24 66 79 عبر الواتساب ان شاء الله. ما تنساوش لنا هاد السيده هذه الله يجازيكم بخير. هاد السيده انا راه نديرها بحال اختي وبنتي. انا الحمد لله انا نقوم بالواجب ديالي وبغات دارها ضروري باذن الله تعالى الله يجيب لي شي محسن الله يفيها خير الله ياتينا به. نعم اذا كما شو مشاهدي ومتتبعي جريده اصوات الالكترونيه يعني تصريح مؤثر جدا. الله يجعل الخير الله يدير لي فيها الخير ونتمنى وتبقى بلادنا بخير وعلى خير والله يرفع علينا هاد سميتو هاد الفاجعه اللي المت ببلادنا ونتمنى يكون خير كما كتشوفوا هنا المناط ديال الناس يعني والحاتات ديالهم والحوايج ديالهم يعني قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل. اذا مشاهدينا الكرام شكرا على طيب المتابعه دمتم في رعايه الله وما زالت تغطيتنا مستمره في هذه المناطق المنكوبه جراء زلزال الحوز مستمرون في التغطيه دمتم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.